لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. قراءة رصيف صحافة يوم الثلاثاء، نستهلها من جريدة المساء التي ورد بها أن المديرية العامة للأمن الوطنية أعطت الأولوية في مباريات الأمن للذين اجتازوا فترة التجنيد الإجباري ويريدون الترشح لولوج سلك الأمن مع توفرهم على الشروط الأخرى التي تطلبها المديرية العامة. وأضافت المساء أن أصحاب التجنيد الإجباري سيستفيدون من أفضلية دخول صفوف الأمن كغيرهم من أبناء قدامى المحاربين ومكفولي الأمة. وجاءت التغييرات الجديدة في الوقت الذي أعلنت فيه المديرية العامة للأمن الوطني عن مباريات للتوظيف بإجراءات استثنائية تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد، بعد أن استفاد مسؤولون أمنيون من دورة تكوينية بالمعهد الملكي للشرطة خاصة بالترتيبات للمباراة التي سيتم ترشيح لها عبر المراسلة بالبريدة دون أن يتقدم المترشحون بملفات لدى المناطق الأمنية بشكل شخصي. نشكركم على حسن المتابعة.